جائزة الإمارات للشباب الدورة الثانية بتنظيم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. المجالات: الريادة المجتمعية، التواصل الاجتماعي، الابتكار العلمي، الثقافة والفنون، رواد العمل الشبابي. الشروط: أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الفئة العمرية المحددة، أن يكون إنجازه قد ساهم في رفع اسم الدولة محلياً أو دولياً، وأن تكون له إنجازات خلال 3 سنوات سابقة، أن تكون له أعمال قد نشرت أو عرضت للجمهور داخل الدولة أو خارجها. لا يجوز أن يتقدم المرشح إلا لمجال وفرع واحد محدد من الجائزة في كل دورة. يجوز أن يشارك المرشح بأعمال له مشتركة مع الآخرين. لا يقبل الترشح مرة أخرى لمن فاز بالجائزة في نفس المجال إلا بعد مضي 2 سنين. يحق للفائز في مجال وفرع محدد الترشح في مجال وفرع آخر في الدورة التي تليها. آخر موعد للمشاركة 10 يناير 2017.